بيحصل يعني. باشمهندس ده يعني ناقوس خطر بقى ولا لسه انتوا مش ناويين تتحركوا في الموضوع ده؟ يعني وضع المحليات، الفساد اللي في المحليات ده، فساد المحليات ده من ايام زكريا عزمي. يعني من ايام زكريا عزمي لما وقف في البرلمان وقال ان فساد المحليات وصل لغايه هنا. هو لسه سؤالك احنا مين مش ناويين نتحرك؟ البرلمان. البرلمان، طيب. مجلس النواب يعني. طيب. اولا دي واقعه ليست الاولى ولن تكون الاخيره في اسكندريه وفي عدد من المحافظات. حال مصر يا استاذ عمرو زي ما حضرتك شايفه في المحليات مايل زي مايل زي العماره دي. موضوع المخالفات او البناء المخالف بمرحله تصل الى الابراج، لانه انواع البناء المخالف ده موضوع مش في اسكندريه بس، هي اسكندريه تمثل طبعا النموذج الصارخ فيه، لكن هو على مستوى مصر كلها، وبالتالي هي ظاهره عامه لابد ان نتعامل معها. خليني أقول لك واقع اسكندرية إيه في الوقت الحالي. واقع اسكندرية أن أنت عندك حصر بعشرات الألاف من مخلفات المباني، يقول 60,000 مبنى، وفي ناس بتقول لك 40,000 وإلى آخره يعني ولو استمر الوضع على هذا المنوال زي ما بقول لحضرتك لن تكون الأخيرة.